النهاردة إن شاء الله هنشرح لكم طريقة عمل روم أو تركيب روم للتليفون إنفينكس نوت 2 إكس 600 LTE. إن شاء الله الإصدار اللي إحنا هنركبه للتليفون هو إصدار الأخير اللي هو رقم 6 اللي هو المارشميلو، وده بيمتاز ببعض الخصائص اللي مش موجودة في الإصدار اللي قبليه اللي هو اللولي باب. التجربة اللي قدامنا دي مش محتاجة إلا التليفون وكابل الـ USB عشان نقدر نفنش الروم بتاعنا الجديد. العملية دي بيطلق عليه أصلا أيضا تفليش التليفون، ما نصح إن احنا هنكتب على فلاشة التليفون وهنخزن عليها، هنحط عليها الروم الجديد للاندرويد اللي هيركب للهاتف ان شاء الله. اتمنى ان انتوا التجربه تجربوها زي ما التعليمات بالظبط هنقول لكم عليها ان شاء الله، لان اي عبث او اي خطا بالتعليمات ممكن للاسف تضيع التليفون او ما تخليش التليفون بعد كده يشتغل خالص. فاتمنى الخطوات تجربوها بدقه وبعنايه عشان اي غلطة زي ما قلت لحضراتكم ممكن يعني تبوظ التليفون. كل اللي هنحتاجه ان شاء الله من برامج هنقول لكم ان شاء الله عليها في الشرح قدامنا دلوقتي. ودلوقتي بننتقل للتجربة العملية بتاعتنا عشان نقدر نركب روم المارشميلو على جهاز انفينكس نوت 2 اكس 600 LTE. كل اللي احنا بنحتاجه عندنا اللي هي نسخة روم المارشميلو الاصدار السادس، ودي هتلاقوا الرابط بتاعها اسفل الفيديو ان شاء الله. وبنحتاج برنامج اللي احنا هنفلش بيه اللي هو SP Flash Tool. انا هنا منزل احدث نسخة من البرنامج، احدث فيرجن يعني. بخش كده على المجلد بتاعه وبختار الملف اللي هو Flash Tool وبشغله بالشكل ده كده. بيبتدي زي ما حضراتكم شايفين يحمل لي ملفات الروم. طبعا انا هوريكم برضو ازاي انا اخترت تحميلة ملفات الروم عشان برضو تكونوا يعني واضحة قدامكم ازاي انا اخترت ملفات الروم. انا طبعا منزل الروم، نسخة الروم زي ما حضراتكم شايفين في الفولدر في المجلد ده كده على الديسكتوب. بيحتاج البرنامج انه يتعرف على ملف السكتر، فانا كل اللي انا بعمله ان انا بخش من هنا، ده البدايه يعني قبل ما تعملوا كل شيء بتختاروا مثلا شوفوا الملف فين مثلا على الديسك توب، فبختار كده وبختار روم المارشميلو وبدوس كده اكس 600 وبدوس تاني لحد ما الاقي الملف اللي هو الام تي 6753 سكتر، وده ملف اصلا بيخص تقسيمه الجهاز. وبعمله كده اوبن وبختار، فبيبتدي يظهر لي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بيبتدي يجمع لي كل ملفات الروم. وزي ما بقول لحضراتكم عمليه اختيار الاسكتر دي لازم تكون عمليه دقيقه، ولازم تتاكدوا ان الاسكتر بيخص الروم، لان اي غلطه وتحميل اسكتر غلط ممكن يؤدي ان التليفون ده زي ما قلت لحضراتكم ما يشتغلش خالص. بتلاحظوا ان البروسيسور بتاع الجهاز زي ما قلت لكم من نوع ام تي 6753، وده بروسيسور ثماني النواة او اوكتا كور. طب دلوقتي حلو، انا اخترت الملفات بتاعتي كلها وعرضها لي اهو على الجنب، البلي لودر والبوت واللوجو وكل حاجة من دي. كل ملف من ضمن الملفات اللي موجودة قدامكم دي تخص جزء معين في التليفون، في اللي بيخص السيستم، في اللي بيخص الكاش، واللي بيخص اللوجو، في اللي بيخص الريكفري مود والبوت لودر والبري لودر. كل دي ملفات اللي هي تقوم الجهاز، والريكفري مود ده اللي هو بيعتبر ريكفري مود ده الادمن اللي احنا بنخش له من بدايه الجهاز. في بعض الناس بتركب ريكفري مود بروفيشنال، بس ده هنتطرق ان شاء الله ليه في يعني في حلقات قادمه ان شاء الله. تمام. طبعا انا مركب عندي اصدار اوريدي اصدار المارشميلو، فمش عايز احمل الصراحه الاصدار تاني وهضطر هيضطر يفرمت الجهاز والكلام ده كله، فانا مش هختار كل الكلام ده كده، هختار اختيار طبعا حضراتكم ما تختاروش، بس انا بختاره كده بوريكم للتجربه. انا هختار ان انا هركب ريكفري مود فقط لا غير.
وريكفري مود ده زي ما قلت لحضراتكم اللي هو بيديك تحكمات الادمن من بره زي البيوز كده في الكمبيوتر، يديك التحكمات تقدر تسطب من عليه برضو الرومات والكلام ده كله، هيبقى اتطرق ليه يعني حركات قادمه ان شاء الله. انا اخترت كده خلاص ريكفري، هختار من هنا عشان انا هختار ريكفري بس، فهقول له ايه داونلود اونلي. تمام، هي مختار يعني الديفولت بتاعها داونلود اونلي. بعمل ايه انا بعد كده؟ بدوس داونلود. اوكي، مفيش حاجه برضو قدامي شغاله. طبعا التليفون انا ماسكه في ايدي دلوقتي، بشيل الكفر بتاعه، بشيل منه البطاريه، مش البطاريه، بشيل منه الخط التليفون، وبشيل منه الميموري كارد. البطاريه طبعا ما بتشالش، انا البطاريه دي بيلت ان. كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا معايا كابل اليو اس بي العادي، هحطه في التليفون. هتسمعوا حضراتكم الصوت ابتدى اهو، شايف حضراتكم شايفين العداد تحت ابتدى يعد، وهيديني داونلود اوكي. كده انا ركبت الريكفري مود عندي على التليفون. طبعا انا ركبت هو الريكفري مود هو بتاع التليفون القديم، يعني هو موجود بتاع الرومو مارشميلو. في بعض الناس بتركب ريكفري مود حديث شويه، بس يعني ايه ده الديفولت، يعني افضل ريكفري مود. زي ما قلت لحضراتكم خلاص بشيل كده الكيبل تاني، زي ما قلت لحضراتكم ان انتوا عشان هتركبوا طبعا كل الروم، فهتعلموا الخيار ده كله كله، وهتقولوا من هنا فيرمور ابجريد، ومسافه ما هتدوسوا داونلود، وهتحطوا كابل جوه الموبايل، هيبتدي بقى ياخد بقى عمليه بقى تحميل. هتلاقي تحت هنا تحميل الشريط الاصفر ده قاعد يزيد اكتر من مره، ويقسم ويعيد. بعد كده ما بيدوكوا الاوكي دي، بتشيلوا الكابل تاني من التلفون، وبكده مبروك عليك، انت كده ركبت اصدار المارشميلو اللي هو الاصدار الاخير رقم 6. اتمنى ان انا اكون افدتكم، تمنياتي لكم بالتوفيق، اخوكم احمد البنا.